تقديم رائع جدا وارسل كره توزيع الارضيه بالراس ولكن كانت بعيده على دولور. نتذكر بغداد بنجاح موجود والاخر عاد وموجود في قائمه البدلاء اياب اسلام سليماني. تقريبا المنافسه الان في المنتخب الجزائري ستكون مجتهده بوجود لاعبين او ثلاثه لاعبين في كل منصب او في كل مركز. العوده للدفاع، محاوله سحب الدفاع النيجر المتكتل. طوبى بن طالب يرجع مباشره للحارس ماندريا من هناك على الجهه اليسرى لآيت نوري. ترجع الكره من جديد على الجهه اليمنى عيسى مندي. الى الكره طويله البحث عن مهدي داخل منطقه العمليات، سرعه كبيره ولكن تغطيه دفاعيه. الكره الى ركنيه للمنتخب الجزائري. كره في العمق كسرت خط الوسط والدفاع والتغطيه اخرجت الكره تحت الضغط الى ركنيه للمنتخب الجزائري ولمحرز القائد. كل العناصر الاخرى تلعب الكره على مرتين. محاوله من بحث عن محرز داخل منطقه العمليات بالراس، الدفاع يخرج من جديد. الكره الى ركنيه من هناك على الجهه المقابله على الجهه اليمنى للحارس كاسالي للمنتخب الجزائري. تبقى الان بالليلي في تنفيذ الركنيه للمنتخب الجزائري على مرتين مثل ما كانت الاولى. تغيير حتى في تنفيذ الركنيات، هيلا منتزه يحاول الدخول داخل منطقه العمليات، لا وجود لخطا يقول الحكم. يشير الى استمرار اللاعب بعد تدخل من جيبو ولكن لا وجود لخطا. مستمره الكره من هناك على الجهه اليمنى للمنتخب النيجر. جيبو امادو يحاول ان يلعب كره تدخل والخطا يقول على بوباكار موموني. تلعب بسرعه على الجهه اليسرى لمنتخب النيجر. المتابعه هي التدخل والخطا كما تشاهدون داخل منطقه العمليات. تغطيه دفاعيه من بندي بالراس يخرج الكره الى رمي التماس من مهدي العريس في اخر كره الى رمي التماس. مرت 17 دقيقه هناك ضغط ومحاولات في انتظار الوصول الى الشباك. خطا يقول الحكم لدفاع المنتخب الجزائري لبن طالب. نبيل ارفع اسهم نبيل بن طالب منذ التحاقه بالمنتخب الجزائري حقيقه هو مطلوب. محاوله من آيت نوري رائعه ليوزع يا سلام داخل منطقه العمليات، رائعه مرفوعه ولا يتسم. نبيل بن طالب الذي لعب اليوم يلعب مباراه الدنيا الأربعين رقم 40 محاوله وخروج. نعم لك وضعيه تسلل بالكاميرا الارضيه التي تضبط حاله التسلل. شكرا للزملاء بطريقه صحيحه. وهنا بهذه الكاميرا الارضيه المضبوطه نقطع الشك باليقين كما نشاهد بالليل يحاول المرور ولكن هناك اعتراض للوصول الى الكره. كان هناك مرور ولكن اعتراض من احد المدافعين من المدافع موموني او جيبو. لم يعلن الحكم